مشاهدينا صباح الخير عليكم، واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج صباحك عندنا. فقراتنا النهارده هتكون مختلفه، والفقره الاولى هتخص كل العرايس اللي داخلين على جواز. هيكون منورنا النهارده ميك اب ارتست علياء مسعد، منورانا صباح اهلا، الخير صباح عليكي. النور يا روحي. وهيكون كمان معانا الموديل الرسميه لبرنامجنا اسراء، صباح الخير. طبعا انتم منورين النهارده. ميرسي يا حبيبي. وفي البدايه علياء ميك اب ارتست صاحبه ال20 سنه، كلميني الاول عن بدايتك. بدايتي هو انا بحب الميك اب اصلا من وانا صغيره، بس اللي هو عادي يعني بعمل لنفسي بقى كده حاجات بسيطه. جيت في من وانا في اولى ثانوي بقى اللي هو لا انا الموضوع بقى عندي باشون فيه جامد، بقيت اتفرج بقى على فيديوز على اليوتيوب وكده، ما كنتش بعرف اللي هو يعني حاجات بسيطه جدا، لغايه ما لا وصلت يعني اتعلم واحط على نفسي واجرب على الكلام ده صحابي بقى وانت ومش عارفه عندك كام ايه سنة؟ من وانا في اولى ثانوي. وانت في اولى ثانوي. بس اللي هو كان بدات انها بالفيديوز الاول واجرب على نفسي اجيب حاجات بسيطه ومش عارفه ايه، بعد كده لا اللي هو لقيت الموضوع انا فعلا حباه جدا، مش شايفه اي حاجه حباها غيره يعني بصراحه. فابتديت اللي هو ايه بقى لا اطور من نفسي اكتر، اجيب ماتيريالز احسن، اتفرج على حاجات اكتر، اطبق بقى على ناس مش عليا انا بس، يعني احاول بقى اشوف وجوه جديده يعني، فاهماني؟ يعني انتي بقى بقالك كام سنة في المجال ده؟ يعني كده كان من اولى ثانوي تانية وتالتة. انا دي في تالتة جامعة مثلا، بتاعت 5 سنين مثلا، صح خمس حسبت سنين صح يعني انتي كده 15 سنة او يعني؟ مش ايه؟ لا يعني احنا هنقول من 16 سنة من مثلا. 16 مثلا يعني بقالك 4 سنين. اللي هو بعمل حاجات يعني. طيب دايما لما ميك اب ارتست بتظهر لاول مره مثلا او اول ظهور ليها في التلفزيون، فبتختار مواضيع هاديه وبسيطه، فانت اخترتي الميك اب السواري، ايه بقى؟ اشمعنى يعني؟ ليه؟ هو مش ليه، عشان خاطر اغلبيه البنات دلوقتي اللي هو بيبقوا عايزين يحطوا ميك اب سيمبل، وفي نفس الوقت ايه بلاقي ناس كتير اللي هو مش عارفين يحطوا ايه، طب نحط ايه على ايه، طب ايه الستبس، طب مش عارفه ايه، حلو. بيبقى حاجات اللي هو في بيبقى في حاجات بتبقى ايه محايده، اللي هو انا لو تايهه لا انا هروح ناحيه ده خلاص، طب يعني انا بيبقى حاجات بسيطه. عاوزاكي تعرفيني ايه الفرق ما بين الميك اب العادي والميك اب السواري. الميك اب العادي يعني الميك اب السواري لازم يكون ظاهر اكتر، احط بقى جليتر، احط هعمل كونتور حتى لو بسيط بالباودر مش لازم كريمي، لون الروج يبقى فيه. في العادي لو انا رايحه جامعه عمري ما احط مثلا نبيتي، عمري ما احط كشمير غامق، لا احط الوان نود حاجات بسيطه يعني، لكن السواري بيبقى غير كده شويه. طيب عرفيني بقى في الميك اب السواري بيختلف الاوقات، بما اننا دلوقتي بقى في افراح بتكون الصبح وفي افراح بتكون بالليل، او مناسبات صباحيه وفي مناسبات مسائيه، فهل بيختلف في الالوان وفي الماتيريال والكلام ده كله الميك اب السواري الصباحي عن المسائي ولا لا؟ بصي هو دايما الميك اب فيه خطوات ثابته، بس في حاجات يعني مثلا لو انا هحضر حاجه الصبح لا ممكن اعرق زياده، ممكن الشمس لازم اكون حاطه موضوع الشمس ده في يعني في دماغي اكتر، سان بلوك لازم اثبت بلوز باودر كويس جدا عشان الميك اب ما يسحش مني، اختار حاجه ما تكونش دهنيه، اختار حاجه يعني على حسب بشرتي ما تسيحش الميك اب مني كده يعني. تمام. الميك اب بتاع بالليل برضو الالوان بتاعت بالليل بتبقى غير يعني، ما الصبح مثلا ما احطش نبيتي احمر، لا بيبقى في الوان خفيفه هاديه كده، بالليل لا بيبقى عادي بقى يعني براحتك عادي جدا. طيب عرفيني انت هتقدمي ايه النهارده على اسراء؟ هو انا النهارده اسراء بس هنحط ميك اب بسيط على يعني كشمير نود حاجات بسيطه جدا ده يعني. ايه، سواري ولا؟ سواري بسيط لاي بنت اصلا يعني مش بتعرف تحط ميك اب قوي، ده تبقى حاجات سيمبل يعني ما فيهاش اي حاجه. طب حلو، ممكن نبدأ واحنا بنتكلم؟ اوكي نبدا. يلا بينا. اول حاجه احنا بس ظبطنا البشره بره، يا ريت تمام. بقى نقول للبنات عملنا ايه الاول. اول حاجه لازم نرطب البشره كويس جدا واشوف بشرتي نوعها ايه، لو انا بشرتي دهنيه في انواع كريمات للبشره الدهنيه، البشره المختلطه لازم ان انا اكون عارفه نوع بشرتي، عشان مثلا لو بشرتي دهنيه ما اروحش اجيب لها كريم للبشره جافه في والعكس. نسبة لا لازم اكون جايبه لها كريم معين. اوكي بعد كده ببتدي بعد ما اتاكد ان انا ثبت يعني ان انا قصدي رتبت وشي كويس جدا احط هو اهم برايمر. حاجة الترطيب، ده صح؟ الاهم حاجه يعني، انت لو ما رتبتيش حلو والله لو مستخدمه يعني فاونديشن بكام هيظهر برضو مش حلو، ما انت بشرتك اوريدي مش حلو. طيب تمام، اوكي كملي لنا بقى اللي عملتيه. بس حطينا رتبنا الوش كويس وحطينا البرايمر عشان خاطر يسد المسام معانا ويظهر ان الميك اب ناعم كده وحلو، تمام. تمام. بعد كده حطينا الفاونديشن، لازم الفاونديشن يكون نفس لون البشره ما يكونش افتح عشان ما يقلبش معانا جراي شكله فيك يعني كده. اوكي بعد كده بنحط بقى بنشوف يعني قبل ما بنحط الفاونديشن بنشوف الاول لو في اي حاجه في البشره، هالات سودا حوالين الفم مثلا ساعات بيبقى في في غمقان او اسمرار كده. او غمقان.
بنبتدي ان احنا نداريه الاول بالحاجات دي. وطبعا ده بيبقى بالكوريكتور الاورنج، يعني بيبقى ده اللي بيخفي معانا. تمام. بتحطي كونسيلر بسيط. تمام، نفس الدرجه برضو بتاعت لون البشره عشان تداري اللي احنا حطيناه ده. وبعد كده بتبتدي تحطي الفاونديشن بتاعك زي ما قلنا نفس لون البشره. تمام. بعد كده بقى بتبتدي تثبتي، عايزه مثلا تنوري بقى تحت العين، بتبتدي تحطي لون كونسيلر افتح سنه من لون بشرتك عشان بس يديكي اضاءه هايلايت كده. خطوات ومعلومات حلوه. ماشي. ماشي. بعد كده بتثبتي بقى باللوز باودر. انا عامه بحب في الميك اب ابدا بالعين الاول. العين الاول بس احنا عشان خاطر النهارده يعني ايه وقتنا كيس يعني كده. فبدانا بلوش. ابتدي بالعين براحتك، تعملي بقى اي فول اوت من الشادو، تنضفي براحتك، عايز تعمليه تسحبي كده، بقى عندك الدنيا بسيطه يعني، اللي هو باي قطنه ميك اب ريموفر تعملي كده وايبس، اللي هو تظبطي الدنيا. فاهماني؟ طيب نبدا واحنا بنتكلم. اولا احنا هنمسك اول حاجه لازم نحطها على العين، ما ينفعش ابتدي بالوان غوامق. هبتدي بالوان حاجه اسمها الوان ترابيه، او يعني بيبقى اللون اللي هو ايه الوان فاتحه، عشان خاطر ما احطش اول حاجه اللي هو ايه بيبقى لون غامق وكده، لا خالص. ببتدي اول حاجه بلون فاتح. تمام. تمام. طب وانت بقى شغاله كده علياء، عرفيني هو الالوان الميك اب السواري هل فيها حاجه ترندي وموضه وكده ولا لا؟ بصي، هو طالع قوي الكشمير والنود والحاجات دي، يعني هي اكتر في السواري يعني. وبتظهره قوي يعني، لانها برضه ما ينفعش اروح ابقى رايحه مثلا العروسه حاطه ميك اب فول ميك اب مثلا الوان كده وانا حطاها برضه نفس، لا لا مش هيبقى يعني مش هيبقى لطيف. طبعا. طيب انت دلوقتي قلتي لي انا حطيت برايمر وعلشان يدي لوك طبيعي اكتر. طب عرفيني بقى البرايمر ده بيتحط مثلا للوك السواري بس ولا ممكن يتحط بشكل يومي؟ لا البرايمر ما بيتحطش بشكل يومي خالص. نوضح النقطه دي برضه. بيقفل المسام، ولازم هو انا بتعامل مع الفاونديشن مع البشره، لو انا مثلا نازله الجامعه كل يوم ما ينفعش احط يعني الوان، لو ما ينفعش قصدي احط ايه فول ميك اب او كده، ببتدي ان انا بحط حاجات خفيفه قوي لو عشان خاطر بس ايه يعني اداري لو عندي حاجه في وشي او كده اداريها بس مش اكتر، لكن ما عشان البشره هتبوظ مني. واحسن حاجه ان انا اعالج بشرتي، ما انا ما اسيبهاش زي ما هي وافضل احط عليها حاجات يعني، لا افضل حاجه ان انا اعالجها. فاضطريت مثلا بحط حاجات خفيفه بس مش حاجات تقيله خالص. انا شايفه هو انت لحد دلوقتي بتحطي الوان هاديه خالص. هو انا دلوقتي حطيت لون فاتح خالص. تمام. كشمير. بعد كده ببتدي اغمق، الاغمق بحطه ايه هنا على كسره العين كده على العظمه اللي تحت الحاجب. كده. تمام. اغمق بيه المنطقه دي. عايزه مثلا اسحب براحتي جدا، اسحب اعمل، وايدي لازم تكون خفيفه، اتعامل مع الدمج لازم ايدي تكون خفيفه، واخد وقت في الدمج عادي جدا عشان الدمج ده بيبقى مهم قوي. طيب عرفيني بقى ننصح البنات بايه بقى واحنا شغالين كده يختاروا الميك اب ارتست الصح ازاي؟ يعني في ناس بتختار ميك اب ارتست غلط، او ممكن تعملها حاجه هي مش حباها، فايه النصايح اللي ممكن هي تبص لها بالنسبه للميك اب اللي هي بتعمله من خلال مثلا متابعتها ليها او صور او فيديوز او حاجات، تعرف تختار ازاي الميك اب ارتست الصح؟ الميك اب ارتست الشاطره هي اللي بتبقى، مش موضوع شاطره اللي هو ايه، انا مثلا رايحه لك عايزه الوان معينه انت بتقترحي عليا، تمام حلو، بس ما تثبتيش على رايك، لا انت بتحاولي تقري تشوفي دماغي انا عايزه ايه. اوكي. وطب ما طب ما نعمل كذا، لا انا عايزه كذا، خلاص تمام هعمل لك اللي انت عايزاه وخرجك اللي انت مبسوطه منه يعني. فاهماني؟ يعني انت بتتكلمي في نقطه ان هي يعني ياخدوا اراء بعض، ياخدوا الاراء. وفي ساعات بيبقى الميك اب ارتست اكيد ليها راي، بيبقى تبقى ليها نظره كده اللي هي لا شايفه في كذا، ففي واحده طب تمام اللي انت تشوفيه، وفي واحده لا انا عايزه كذا، تثبت على رايها خلاص اوكي ماشي هعمل لك اللي انت عايزاه، بس يعني ايه مش اللي هو بقى انا ما عملتش حاجتي لا خلاص انا هبتدي اغير. فاهماني؟ احنا معانا الصور بتاعتك. في صور انا مين هتنزل دلوقتي. تمام. معانا الصور. ده مثلا لوك ايه؟ ده سواري ولا ده ايه؟ ده سيمبل جدا. سيمبل. انا سيمبل مش لوك. هو مش باين خالص. سيمبل لوك، هي ملامحها كانت هاديه جدا، ومش محتاجه ان انا ما ينفعش احط لها اي لوك اي ميك اب يعني. احنا كده قدامنا قد ايه على ملامحها؟ احنا خلاص يعتبر خلصنا. احنا معانا الصور كلها. برافو عليك جدا يا اسراء. كده احنا خلصنا ولا هو لا احنا بس هنحط، هو انا دلوقتي يعني الميك اب خفيف جدا، انا هحط دلوقتي الشيمر. طيب يلا. الشيمر ده بيتحط بقى افضل حاجه هفضل احط بيها ايدي. افضل ليه؟ حاجه نحط بيها ايدي وامشي عكس المسام، اعمله كده عشان الجليتر بيعلق في المسام. تمام. تمام.
كملي عشان احنا معانا دقيقتين عشان نختم بس فكرتنا. احنا اصلا خلصنا خلاص يعني، بقول لك حاجه يعني اخر سهوله يعني. حاجه سهله جدا يعني، اللي ما بتعرفش تحط تحط، بتنزل اللي انا حطيته فوق بحطه تحت. افتحي ازرار بصي فوق، بس حاجه بسيطه بتحطي تحت عشان يظهر معايا اللوك. حلو جدا. بس مش ده مش بقى ممكن سواريه تحضر بيه مناسبه، خروجه بالليل مثلا في مكان يعني، مش خروجه عشاء بالليل كده، حاجه كلاسيك كده يعني. حلو جدا. بس مش حاجه يعني، نحط الماسكرا وخلاص، مفيش اي حاجه. تسلم ايدك. يعني انت برضو من خلال كلامك ان انت مثلا لما بيجي لك عروسه او حاجه، فانت بتقترحي عليها برضو ايه اللي ممكن يليق عليها ويمشي معاها، والالوان الترندي والكلام ده كله، صح؟ طبعا. بس في بنات بتبقى اللي هو لا يعني، في ناس جايه عارفه عايزه ايه وعايزه تعمل ايه. تمام. لكن في بنات ما بيبقوش لما عايزين خالص. بس احنا يعتبر خلصنا يعني الميك اب لك يعني، خالص بسيط. هنحط بس الليبستك بينا برضو الالوان، انت مختاره الوان هاديه خالص جدا، تلي مع بشرتها وتلي مع اللوك اللي احنا ايه حاطينه. الالوان برضو ليها عامل كبير في ان هي لازم تمشي او تتماشى مع لون البشره، صح كده؟ طبعا. يعني في بنت سمراء ما ينفعش احط لها حاجه فواتح قوي او غوامق، او في الوان لازم تكون محايده بس ليها. حلوه برضو المعلومه دي. طب بالنسبه للون اللي في ايدك ده، يمشي بقى على البشره الغامقه بس او البشره القمحويه ولا لا؟ يعني انا بشوف ان الكشمير بيمشي على اي لون بشره، صح؟ وانا برضو بحس ان الكشمير كده يعني حاجه كده محايده جدا. احنا يعتبر خلصنا خلاص. ممكن نقول بقى خلاص خلاص. تحفه، اللوك الجميل قوي فعلا، ينفع مناسبه وينفع خروج بالليل. طبعا انت قلتي لي مين بقى اللي شجعك، ناخد اخر سؤال معانا، مين شجعك ان انت تكملي وتدخلي المجال ده؟ بصي، هو كان اهلي في الاول اللي هو رافضين، لا اتعلمي ليكي انت. بعد كده لما لقوني انا ما عنديش اي حاجه احبها غير الموضوع ده، لا لا خلاص جاهد يعني، هم في ظهري في الموضوع ده انا بعوزه. تمام يعني. طبعا برافو، وانا فخوره بيكي جدا ان انت في السن ده وعملتي لنفسك براند شغل، برافو عليكي. عاوزه اعرف ازاي نقول للبنات يتواصلوا معاكي على البيج بتاعتك على الفيسبوك، اسمها ايه؟ علياء ميك اب ارتست. تمام. او على الانستجرام برضو نفس الكلام، والرقم بتاعي حاطينه بره. برافو يا علياء، بتمنى لك طبعا مزيد من التالق والنجاح، وبشكرك جدا ان انت كنت معانا النهارده. كمان بشكرك يا اسراء. مشاهدينا انتظرونا بعد الفاصل وفقره جديده من برنامج صباحك عندنا.